أعلنت السلطات الروسية بدء التحقيق في قضية المعارض السياسي أليكسي نافالني المتهم بالفساد وتبييض الأموال. وكانت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية قد اتهمت نافالني وشقيقه بسرقة أكثر من 1,000,000 يورو من إحدى الشركات التجارية الروسية. يحدث هذا عشية المظاهرات المزمع إجراؤها غدا السبت، والتي دعت إليها قوى المعارضة في روسيا احتجاجا على سياسة الرئيس فلاديمير بوتين. وكان أليكسي نافالني قد اتهم في العام 2009 في قضية مماثلة تتعلق أساسا بتحويل واختلاس الأموال، تهم اعتبرها البعض تضييقا عليه نظرا إلى مواقفه المعادية للكريملين.